الايطالي مارسيلو. شوف اللمسه الساحره من مارسيلو الى كريستيانو رونالدو. رونالدو يبحث عن حل. رونالدو الى مارسيلو، الوان تو باتجاه رونالدو. تسديده قويه لكنها عند حارس المرمى. الله يا كريستيانو، في منتهى الروعه كره الاخيره رونالدو. الوان تو مع مارسيلو. رونالدو امام لاعب يحاول مرور رونالدو. يا لها من سرعة، ويا لها من قدم قوية، ويا له من اندفاع، ويا لها من إمكانيات هائلة عند كريستيانو رونالدو. متى ما كان عنده الكثير من حوله الكثير من الجدل، الرد يكون على أرضية الملعب بطريقة لا يفعلها لكريستيانو. كريستيانو رونالدو أمام هذه الفرصة. رونالدو ضاعت من كريستيانو رونالدو. أنت مستعجل رونالدو، أنت مستعجل رونالدو على الهدف. كريستيانو اهدى، كريستيانو كان عنده الفرصه ليسجل من علامه الجزاء. تسرع بعض الشيء الجبهه اليمنى. دانيلو كره عرضيه لرونالدو. رونالدو يسجل اخيرا، كره في منتهى الروعه من دانيلو. يعتذر الجماهير، اسف، لم اعتد ان اقدم خيبه امل ان اضيع كرات، عاده ما اقدم لكم الاهداف. عرضية دانيلو في الانتظار. كريستيانو بالقدم اليمنى وضع الكرة في الشباك، يصل إلى مرمى اشبيليا. ترك رونالدو لوحده عند القائم الثاني. لماذا تركتم رونالدو لوحده في منطقة الجزاء؟ ألا تعرفون من هو كريستيانو رونالدو؟ تفضلوا الهدف الثاني في مرماكم. يتحفز من أجل إطلاق فرحة، يبتسم، يعتذر الجماهير على إضاعة ركلة الجزاء، يعيد الفرحة لهم مثلما عودهم لسنوات طويلة.